مرحبا بكم في حديث اليوم. أفادت مصادر ميدانية أن ما يسمى بجيش الإسلام الذي كان ينشط في غوطة دمشق الشرقية وبعد أن تم ترحيله إلى المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في الشمال السوري بدأ بإعادة ضبط صفوفه. وفي سياق آخر، أصدرت طائفة الموحدين الدروز في الجنوب السوري بيانا تثني فيه على دور قوات سوريا الديمقراطية الذي تحدث عن مبادلة المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي بمعتقلين لديه، فضلا عن نيته المشاركة في تحرير ريف السويداء من تنظيم داعش الإرهابي. هذه التفاصيل مشاهدينا سترد النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. ميليشيات التسوية تعيد تنظيم صفوفها في مناطق الشمال السوري، ما يزيد من معاناة السكان في تلك المناطق ويعيق عودة المهجرين إليها. المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد أن ما يسمى بجيش الإسلام الذي قدم بموجب التسويات الروسية من مناطق الغوطة الشرقية يقوم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ببناء مهاجع ومقر عسكرية ومعسكرات بعد استئجاره لمساحات واسعة من الأراضي في المنطقة وشراء كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والرشاشات الثقيلة وعشرات الآليات ضمن عملية إعادة ضبط وتجهيز صفوف قواته. المرصد السوري نقل عن مصادر موثوقة أن ميليشيات جيش الإسلام قامت بتوزيع بين 50 إلى 150 دولار على عناصرها بالتزامن مع إرسالها دعوات للتحضر والالتحاق بالدورات العسكرية فور الانتهاء من تجهيز المعسكرات في منطقة الباب، كما أرسلت دعوات للانضمام إلى صفوفها للمهجرين من غوطة دمشق الشرقية ومن مناطق أخرى من العاصمة وريفها. المصادر أكدت للمرصد أن عملية شراء الأسلحة تمت عبر ميليشيا أحرار الشرقية التابعة للاحتلال التركي والتي عمدت إلى منح تلة في منطقة راجل واقعة في الريف الغربي لمدينة عفرين للميليشيات الجديدة، وقامت ميليشيا أحرار الشرقية بتوزيع أكثر من 100 من منازل مهجري عفرين على قادات الصف الثاني والثالث في الميليشيا القديمة الجديدة. من جهة أخرى، تستمر دولة الاحتلال التركي في محاولات ترسيخ هيمنتها على الأراضي السورية، حيث أعلنت عن افتتاح فرع لجامعة حران في مدينة الباب، وسيكون التدريس باللغات التركية والعربية والإنجليزية، ومن المتوقع أن تكون شروط الالتحاق مماثلة للشروط المطبقة في تركيا. كما قررت دولة الاحتلال إنشاء معهد عال للتعليم المهني في مدينة جرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات درع الفرات شمالي شرقي حلب، وسيكون المعهد تابعا لجامعة غازي عنتاب التركية. مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستديو الدكتور جوان مصطفى الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي لنقاش حيال هذه المحاور. دكتور جوان، أهلا ومرحبا بك معنا في الاستديو. تحية لكم الجميع مشاهديك. بداية، قد يسأل سائل، يعني عندما تأسس ما يسمى بجيش الإسلام في غوطة دمشق الشرقية كان هدفه الأساس إسقاط النظام السوري كما قال، ولكن الآن بعد أن تم ترحيل هذا الجيش إلى ريف حلب حيث مناطق الاحتلال التركي، نسأل، يعني هناك في مصادر ميدانية تتحدث بأن هذا الجيش الآن يعيد ترتيب صفوفه ويبني مقرات عسكرية، ما هو الهدف من ذلك؟ طبعا الحديث حول هذا الموضوع يجب أن نتحدث عن بدايات الثورة السورية وكيف تشكلت هذه الفصائل. نعم. وبما تسمى الجيش الحر في بداية الثورة السورية، هذه الفصائل تشكلت نتيجة قيام الشعب السوري بالثورة ضد النظام الحاكم في سوريا، ونتيجة تسليح الثورة السورية تشكلت هذه الفصائل، وبدعم من دول إقليمية، دول موجودة في المنطقة، كل فصيل كان لديها دولة تقوم بدعمها وتأمين ما تتطلبه هذا الفصيل، وجيش الإسلام كان أحد هذه الفصائل الموجودة في منطقة غوطة دمشق. نعم. بالتحديد في منطقة غوطة الشرقية، وكانت كان يدعمها الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، بكل ما تحتاجه من سلاح وأموال وما إلى ذلك. نتيجة ابتعادها عن الثورة السورية ونتيجة ابتعادها عن طموحات الشعب السوري لهذه الفصائل ونتيجة ارتباطاتها بأجندات الدول الإقليمية، انحرفت عن مسار الثورة السورية ودخلت في معترك تصفية حسابات للقوى الإقليمية الموجودة في سوريا. لذلك هذه جيش الإسلام كان أحد هذه الفصائل، ونتيجة تسوية مع النظام السوري وبما تسمى بمصالحة مع النظام السوري، وكانت عبارة عن تسليم لكل ما تملك للنظام السوري واستغنائها عن كل ما بني من أجله هذا الفصيل، وذهابي أو تهجيره إلى
منطقة شمال سوريا بالتحديد إلى منطقة شمال حلب. لذلك وبعد وصولها إلى تلك المنطقة ووجود قوات التركية في تلك المنطقة والمرتزقة موجودين في تلك المنطقة سارت في نفس المسار وغيرت بالتالي ممولها في تلك المنطقة وتحولت من دعم من ولاية من المملكة العربية السعودية إلى دعم من الدولة التركية وأصبحت تستخدم الدعم من الدولة التركية والدولة التركية تقوم بدعمها وتقديم كل ما تحتاجه هذا الفصيل. نعم. ولذلك باعتبارها هي فصيل عسكري وتستخدم كل ما تحتاجه من دولة إقليمية موجودة على أرض سوريا دولة احتلال على الأرض السورية لذلك هي تقوم بتنفيذ أجندات هذه الدولة وهي أجندات الدولة التركية والدولة التركية لها أجندات على الأراضي السورية بتشييد الشعب السوري واقتطاع أجزاء من سوريا وإلحاقها بالدولة التركية. لذلك هؤلاء ما يسمى بفصيل جيش الإسلام كانوا مرتزقة لدولة إقليمية وهي المملكة العربية السعودية وتحولوا إلى مرتزقة لدولة تركيا الموجودة كدولة احتلال على الأراضي السورية لذلك لم يغيروا شيئا. هذا الفصيل الموجود حاليا في شمال حلب لديهم أجندات وهي تنفيذ ما تطلب منهم الدولة التركية لأنها تدعمهم. نعم سوف نأتي على هذه النقطة صراحة لكن يعني لو رجعنا إلى الوراء قليلا عندما تم ترحيل هذه الفصائل من غوطة دمشق الشرقية تركيا عرضت بالتحديد دخول جيش الإسلام إلى مناطق احتلالها لكن فيما بعد دخل واليوم حديث عن بناء مقرات عسكرية. نعم. هل يمكن القول بأن الأجندة توضحت الآن الجديدة بالنسبة لهذا الجيش تحولا من السعودية إلى تركيا؟ نعم كما ذكرنا في البداية هذا الفصيل كان تابعا بدعم من نتيجة دعمه للمملكة العربية السعودية ودولة تركيا عارضت توجه هذا الفصيل بالتحديد إلى شمال سوريا وبالتحديد المنطقة المتواجدة حاليا فيه لأنها تابعة كدعما وارتباطا وإيديولوجيا بالمملكة العربية السعودية واشترطت عليها في وجودها في تلك المنطقة باستغناء عن المملكة العربية السعودية والتوجه وارتباطها بارتباط جديد مع الدولة التركية وهذا ما حدث حاليا وما يظهر العيان ومن بناء مقرات عسكرية وشراء أسلحة جديدة وتغيير استراتيجيتها يظهر ويثبت ما تم تغييره من إيديولوجية وارتباطها بالدولة التركية. هذا ما يحدث حاليا جيش الإسلام انحاز من دعم من المملكة العربية السعودية إلى دعم من الدولة التركية وبالتالي تغير كل إيديولوجيتها وكل سياستها وهي حاليا تقوم بتنفيذ أجندات الدولة التركية وكل ما تطلب منها الدولة التركية. نعم طب في وقت سابق أيضا أعلن جيش الإسلام بأن أحد أهدافه الأساسية التي سيحاربها من اليوم فصاعدا هي وحدات حماية الشعب، ما هي الأسس التي اعتمد عليها في ذلك؟ نعم كما ذكرنا باعتبارها تلقى الدعم من الدولة التركية والعدو الوحيد للدولة التركية في سوريا هي وحدات حماية الشعب التي حررت مناطق شمال سوريا، لذلك سوف تنفذ كل ما يتطلب منها من قبل الدولة التركية. الدولة التركية تطلب من جميع الفصائل الموجودة تحت أمرتها بما تسمى بدرع الفرات بمحاربة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية وفصيل جيش الإسلام هي إحدى هذه الفصائل وهي التي باعت نفسها للدولة التركية ولأجندات الدولة التركية وبالتالي ستنفذ هذه المطالب وهي محاربة وحدات حماية الشعب. نعم هناك نظرية تتحدث الآن سيد دكتور رجوان بأن فصائل التسوية على العموم يعني التي يعني خرجت مستسلمة من مناطقها الأصلية ولم تدافع عنها ولم تدافع عن أهل تلك المناطق لا يمكن التعويل عنها في الدفاع عن إدلب كونها لم تدافع عن مناطقها الأصلية أساسا كيف تنظرون إلى ذلك؟ نعم هناك مثل الشعب يقول من لا خير في لأهله فلا يمكن أن يفيد غريب أو لا يكون خير لغريب. نعم. وهذه الفصائل لم تدافع عن مناطقها عن أهلها عن مدنها عن ثقافتها عن أرضها التي عاشت عليه فكيف بمنطقة غريبة عنها شعب غريب عنه تاريخ مختلف عن تاريخه ثقافة مختلفة عن ثقافته كيف تدافع عن تلك المنطقة؟ هي سلمت مناطقها. نعم. بما تسمى بمصالحات وهي عبارة عن تسليم واستلام للنظام السوري وتوجهت إلى الشمال السوري حفاظا فقط على حياتها ليس أكثر من ذلك وهي متواجدة حاليا في بؤرة الفساد بؤرة الإرهاب الموجودة في الشمال
سوري في منطقة إدلب، هذه الفصائل المتجمعة في تلك المنطقة، وتحولت هذه إلى بؤرة أصبحت تشكل خطر على السلم، ليس فقط على السلم في سوريا والأمن في سوريا، أصبحت تشكل خطر على جميع دول المنطقة وحتى العالم، لأنها أصبحت بؤرة إرهاب وبؤرة خطر في تلك المنطقة. إلى أي مدى تفكيك هذه الفصائل الآن يخدم السوريين؟ هذه الفصائل أصبحت وباء على الشعب السوري، كانت وباء منذ بدايتها عندما كانت منتشرة على جميع الأراضي السورية، وجلبت القتل والدمار والخراب لسوريا، وأوصلت ما وصلت إليه الشعب السوري بمشاركة طبعا من الطرف الآخر بما تسمى النظام السوري، ولكن كان لها الدور الكبير في ما وصلت إليه الشعب السوري. ووجودها حاليا في منطقة إدلب لا يقل من شيء عن هذا. لذلك هذه الفصائل كلما ابتعدت عن بعضها، كلما انهارت هذه الفصائل، كلما قلت هذه الفصائل، كلما خفت قوتها، يكون لمصلحة الشعب السوري، ويصبح هناك إمكانية بتحول سوريا إلى مساء أو إلى مرحلة أخرى، دخول إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحل السياسي. هذه الفصائل باعتبارها موجودة على الأراضي السورية وتنفذ أجندات دول إقليمية، هذه الدول التي لا تريد خيرا للشعب السوري، لا يمكن بوجود هذه الفصائل أن يحل الأمن والسلام على الأراضي السورية. نعم. طب في سياق آخر، تركيا تفتتح فرع لجامعة حران في مدينة الباب، هل يمكن القول بأن تركيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع عبر احتلالها هذه المناطق وعبر افتتاح هذه الجامعة، أو بالأحرى كيف تقيمون هذه الخطوة؟ الدولة التركية هي تحاول منذ دخولها إلى الأراضي السورية أن تنشر الثقافة العثمانية في تلك المناطق واللغة التركية عن طريق نشر اللغة التركية، وتحديدا أثناء دخولها إلى منطقة عفرين، وقامت بتتريك تلك المنطقة وبرفع العلم التركي، وكأن دولة بصفتها دولة احتلال لمنطقة عفرين، وهي تعلن عن نفسها بأنها دولة محتلة للأراضي السورية. هذا بكل الشرائع القانونية الدولية يتم إثبات ذلك. لذلك إقامة أو افتتاح جامعات تركية على الأراضي السورية هو سياسة فرض أمر واقع على الشعب السوري وعلى جميع المكونات بالتحديد في شمال سوريا، بأن هذه المناطق أصبحت تابعة للدولة التركية، وبالتالي هناك مشروع اقتطاع هذه المناطق وضمها إلى الدولة التركية. لذلك خطر التركي هو خطر كبير، خطر على الثقافة السورية، خطر على المجتمع السوري، خطر على كل مكونات الشعب السوري بكل ما يمتلكون من مقدسات، بسبب السياسة التي تنتهجها الدولة التركية، وهي السياسة كما ذكرنا سياسة فرض الأمر الواقع عن طريق فرض ثقافة التتريك التي تحاول نشره في الشمال السوري. طب دكتور وجوان، يعني بكل صراحة عندما يشاهد السوري فروع الجامعات التركية تفتتح في مناطقه، ويشاهد السياسة التتريك عبر الكتابات وإلى آخره، وتحويل بعض الأسماء العربية والكردية إلى التركية، ألا ينتابه شعور بأن هذا المحتل لن يخرج أبداً؟ بصراحة الفصائل الموجودة في شمال سوريا هي فصائل هي مرتزقة، ليس لها أي استراتيجية حل وحرية بالنسبة للشعب السوري، استراتيجياتها هي فقط لكسب المال ودمار سوريا وخراب سوريا وتنفيذ أجندات الدول التي تدعمها، وهي الدولة التركية التي تقوم بدعم هذه الفصائل. لذلك هي لا فرق لديها سواء ماذا فعلت الدولة التركية بالشعب السوري وبأراضي سوريا، لا فرق لديها. هذه الفصائل باعت نفسها منذ بداية أزمة سوريا، وأن تستكمل مشروعها في بيع كل ما يمتلكه الشعب السوري من مقدسات. يلاحظ دكتور جوان بأن يعني كل الفصائل المسلحة الآن التي تتواجد في مناطق الشمال السوري هدفها العريض هو فقط محاربة وحدات حماية الشعب، محاربة قوات سوريا الديمقراطية، ونسيوا أيضا يعني شعار إسقاط النظام كما كانوا يدعون في البداية. كما ذكرنا هذه الفصائل استسلمت للنظام، سلمت كامل مناطقها للنظام، انسحبت من مناطقها، تركت شعبها تواجه مصيرها، وهو مصير محتوم بمزيد من الذل والقهر. سلمت كامل مناطقها، كامل إرادة هذا الشعب التي كانت تسيطر عليه للنظام السوري، وتوجهت إلى شمال سوريا. نعم. لذلك هذه الفصائل
لا يمكنها أن تقدم شيء للشعب السوري. هذه الفصائل أصبحت في مرتزقة تابعين للدولة التركية ودول إقليمية أخرى لا زالت تقدم بعض الدعم لهذه الفصائل، لذلك لا نستشي شيئا خيرا من هذه الفصائل، وهذه الفصائل أصبحت حتى بإمكان نقول فصائل تشترى وتباع بأبخس الأسمان، وكل من يدفع أي طرف يدفع أكثر هذه الفصائل تبيع نفسها لتلك. طب من خلال افتتاح الجامعات التركية في المناطق السورية، هل يمكن القول بأن تركيا تحاول تتريك المنظومة الاجتماعية في تلك المناطق؟ نعم، الدولة التركية سارية في هذا المجال. الدولة التركية منذ دخولها الأراضي السورية في 25 آب 2016 انتهجت سياسة التتريك على الأراضي السورية بافتتاح مشافي باسم الدولة التركية، ورفع صور رئيس تركي رجب طيب أردوغان على في المدارس وفي مؤسساتها الحكومية وفي في كل مدن التي احتلتها من جرابلس وإلى ذلك، ومن دخولها إلى عفرين رفعت علم التركي في على مؤسسات في عفرين على مؤسسات الإدارة الذاتية، وكل المناطق التي يدخلها الجيش التركي ترفع علمها وتعلن أن هذه المناطق أصبحت عائدة للدولة التركية. لذلك تنتهج سياسة تتريك في تلك المنطقة وتحاول تتريك كل ما هو موجود في تلك المنطقة، ابتداء من التعليم إلى الثقافة إلى التغيير الذهنية الموجودة في تلك المنطقة، وارتباطها بالتالي بالدولة التركية وبمفهوم السلطنة العثمانية التي يحاول سلطانها العثماني رجب طيب أردوغان استعادة أمجاد تلك السلطنة وإعادة بث الروح في تلك الذهنية. لذلك بإمكاننا نقول الدولة التركية حاليا تنتهج سياسة التتريك في الشمال السوري، بذلك بفرض سياسة الأمر الواقع من خلال افتتاح الجامعات، من خلال تغيير أسماء القرى، أسماء المدن، أسماء الشوارع، برفع علم التركي على جميع المؤسسات الحكومية في تلك المناطق، بتعليق صور رئيسها رجب طيب أردوغان. لذلك هناك سياسة ممنهجة تسير عليها الدولة التركية منذ بدايته وإلى الآن. نعم، تعويل الفصائل على الدور التركي في المناطق إلى أي مدى هو ممكن يعني دكتور؟ الفصائل ليس لها هدف واضح في وجودها في الشمال السوري. هذه الفصائل أصبحت فصائل مرتزقة تباع وتشترى، لا هدف بعيد لديها أو هدف استراتيجي أو لجلب الحرية للشعب السوري. فصائل تابعة تكون. هل ممكن لتركيا أن تبقي على دعمها لتلك الفصائل؟ تركيا ستبقي دعمها لتلك الفصائل ما دامت بحاجة إليها، في حال أي تسوية تستغني عن تلك الفصائل بكل سهولة، وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية. استغنت عن تلك الفصائل في حلب، واستغنت عنها في حمص، واستغنت عنها في حماة، واستغنت عنها في كل المدن التي كانت تسيطر عليها، واستغنت عنها في غوطة دمشق وفي كل المناطق التي كانت تدعمها الدولة التركية استغنت عنها، وهي مستعدة أن تستغني عنها في حال حصول تسوية مع الدول مع النظام السوري أو مع روسيا الاتحادية. بإمكانها أن تستغني عن هذه الفصائل، وهذه الفصائل لا تشكل لها شيء، فقط لتنفيذ أجنداتها على الأرض الواقع مقابل ما تدفعه من أموال لتلك الفصائل. نعم، لأن ننتقل إلى محور آخر، يعني طائفة الموحدين المسلمين الدروز تصدر بيان تثمن فيه موقف قسد الراغب في تحرير صحراء السويداء أو ريف السويداء من تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن رغبة قوات سوريا الديمقراطية في تخليص الأهالي المختطفين في السويداء مقابل بعض المعتقلين من تنظيم داعش لديهم. نعم، بداية نقدم تعازينا لإخواتنا الموحدين الدروز في مدينة السويداء بتلك الجريمة البشعة التي حدثت لهم، ونحن نحس ونشعر بما حدث لهم، لأننا تعرضنا لتلك المجازر من قبل. مجزرة كوباني كانت قريبة وشبيهة بتلك المجزرة، وحتى كانت أكثر روعة من تلك الجريمة. قوات سوريا الديمقراطية كقوات سورية ولها أجندات بمستقبل سوريا، مستقبل حر وحصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية، ترى جميع الشعب السوري من حقها الدفاع عنهم وتقديم الدعم والمساندة لجميع الشعب السوري أينما كان. والأخوة الدروز، أخوة الموحدين الدروز في الجنوب السوري، هم شعب سوري مكون من مكونات الشعب السوري، لهم كامل حقوق السوريين، والقوات السورية الديمقراطية ترى من واجبها تقديم دعم وحماية تلك
تلك المكون او ذلك المكون، ولكن نتيجة بعد هذه هذا المكون جغرافيا عن شمال السوري نعم. وقوات السورية الديمقراطية حالت دون حماية تلك المنطقة، وما حدث من مجزرة البشعة لهؤلاء الأخوة مجزرة يندلها جبين الإنسانية بصراحة. لذلك قوات السورية الديمقراطية أعلنت بأنها جاهزة لحمايتها في حال تم استدعائها من قبل أخوة الدروز، وتقديم كامل الدعم لأخوة الدروز في تلك المنطقة، حتى صرحت ببيان بأنها جاهزة لتبديل واستبدال بأسرى داعش لديها بتلك الأخوة ومن النساء من النساء وأطفال مختطفين من لدى داعش. طب إلى أي مدى يعني شكلت رغبة قوات سوريا الديمقراطية في تحرير في السويداء وفضلا عن مبادلة المختطفين صدمة ومفاجأة لكل من يتهم هذه القوات بنزعات انفصالية؟ قوات سوريا الديمقراطية منذ نشاتها والى اليوم وهي تدافع عن الأراضي السورية ضد إرهاب المنظم إرهاب داعش نعم. وضد كل من سولت نفسه باقتطاع أو بتقسيم سوريا، وضد حتى الدولة التركية التي تحاول اقتطاع أراضي وأجزاء من سوريا وضمها لدولة تركيا وقفت في وجههم. ولكن نتيجة الآلة الدعائية للدولة التركية والمرتزقتها شكلوا خيالا لدى الشعب السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية تحاول اقتطاع أراضي من سوريا وضمها إلى ما هم يسمونه. ولكن على أرض الواقع ما يثبته قوات سوريا الديمقراطية ومن خلال البيان الأخير لقوات سوريا الديمقراطية أثبتت وبامتياز سورية هذه القوات، وأن هذه القوات هي قوات سورية تدافع عن كامل الشعب السوري، ولا يمكنها أن تقوم أن يكون بأجنداتها قطاع أراضي سورية. بالعكس، على العكس تماما، هي التي تحافظ على وحدة الأراضي السورية، تحافظ على وحدة مكونات الشعب السوري بتنوعها، ولديها أجندات وصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية، دولة ديمقراطية لا مركزية، بمخالف لكل ما يروج له إعلاميا من قبل الآلة الدعائية للدولة التركية ومرتزقتها من الفصائل التي عاست فسادا وغيرت ذهنية الشعب السوري، ذهنية القتل والدمار واتهام الآخر بالإرهاب واتهام الآخر بأنه يشكل خطر على الأراضي السورية وأن لديهم أجندات نعم. كما ذكروها باقتطاع أراضي سوريا. لذلك بإمكان نقول البيان الأخير لقوات سوريا الديمقراطية كان بيان سوري بامتياز، صرحت بأنهم سوريين وأكد للجميع للقريب والبعيد بأننا سوريين وسندافع عن كامل الشعب السوري. ما هي استراتيجية النظام بعد الجنوب السوري دكتور؟ النظام السوري بصراحة لا يملك أي إرادة على تلك المناطق التي قام بإخراج فصائل منها. النظام السوري بعد مرور حوالي 8 سنوات على الأزمة السورية فقدت كل إرادتها على جميع الأراضي السورية، لا تملك أي قوة عسكرية بصراحة بمعنى نقول، بغض النظر عن أسباب أخرى، لا تملك أي قوة عسكرية للسيطرة على الأراضي السورية و دخولها إلى جنوب سوريا وقيام بتسويات في تلك المنطقة كانت نتيجة اتفاقيات دولية وبالتحديد اتفاقيات ما بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية الموجودة في تلك المنطقة. نتيجة هذه التسويات تم إخراج تلك القوى تلك الفصائل من الجنوب السوري وتسليم تلك المناطق إلى النظام السوري. لذلك بإمكان نقول النظام السوري ليس لديه أي مشروع استراتيجي ليس فقط في جنوب السوري حتى في كامل الأراضي السورية. مشروعها لا زالت متمسكة بتلك الذهنية الإقصائية، ذهنية التفرد بالحكم، ذهنية عدم تقبل الآخر، الذهنية الإقصائية لكل المكونات الشعب السوري. لذلك النظام السوري لا زال محافظا على تلك الذهنية الإقصائية، وهذا ما يشكل خطرا على جميع مكونات الشعب السوري. بعد 8 سنوات من الخراب والدمار هذه الذهنية لم تتغير، لا زالت محتفظة بالحل العسكري، وكان والحل العسكري هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب الخير لسوريا. وأثبتت بالعكس على العكس تماما أثبتت
ثماني سنوات التي مضت بفشل الحل العسكري ووصول بسوريا إلى ما وصلت إليه، وهي وصول إلى دولة فاشلة بكل معنى الكلمة. إذن كيف تتابعون التحشيد الإعلامي الذي تمارسه الماكينة الإعلامية سواء التابعة للنظام أو حتى الروسية حيال إدلب؟ النظام السوري يعيش حالة غرور بأنه يشكل نصرا على جميع الفصائل الموجودة في سوريا، ويقوم باستعادة تلك جميع مناطق وكأن سوريا لم يحدث فيها شيء. نعم. وبالتالي لم يبقى هناك في سوريا فقط كما هي تقول سوى منطقة إدلب ومحيطها التي جمعت كل الفصائل في تلك المنطقة حتى تحول إلى بؤرة إرهاب كما ذكرنا في بداية الحلقة، بأنها تحول إلى بؤرة إرهاب وتشكل خطرا على السلم والأمن الإقليميين. لذلك تحاول حاليا إما عن طريق عملية عسكرية بمساعدة جميع الداعمين لها وعلى رأسها روسيا الاتحادية دخول إلى تلك المنطقة، أو عبر تسوية كما حدثت في مناطق أخرى واستعادة تلك المنطقة. لنعود نقول النظام السوري بدخولها إلى تلك المناطق سواء كان في الجنوب أو في إدلب أو في بقية مناطق، هي تدخل تلك المناطق وتخرج، لا يمكنها الحفاظ على تلك المناطق، ليس لديها القوة الكافية للحفاظ على تلك المناطق وفرض سيطرتها على تلك المناطق. فقط هذه الفصائل الموجودة في تلك المناطق تقوم بتسليم والخروج، والنظام السوري لا يمكن البقاء في تلك المناطق، لا يمكن، ليس لديه القوة العسكرية الكافية للسيطرة على تلك المناطق. لذلك نقول الحل العسكري أثبت فشله طيل الثماني سنوات الماضية، وحاليا بعد مرور الثماني سنوات يثبت فشله مجددا في جنوب السوري وفي إدلب وفي بقية مناطق. لذلك كتوجه سوريا إما أن تتوجه إلى الحل السلمي والدخول إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة مفاوضات وبصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية، أو استمرار الأزمة الحالية والقتل والدمار في سوريا. النظام السوري بعد ثماني سنوات أثبت فشله في الحفاظ على الأمن والسلم السوريين في سوريا، وبالتالي نحن أمام مفترق طرق، إما الاستمرار في هذه الأزمة وزيادة في القتل والدمار والخراب، أو الدخول إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحل السلمي التي اخترناها نحن كمكونات شمال سوريا منذ بداية الأزمة السورية، وكان الحل الأرجح لسوريا منذ بداية الأزمة السورية. قلنا بأن جميع المحاولات جميع الحلول العسكرية ستفشل في حل الأزمة السورية، لأن الشعب السوري بحاجة إلى تغيير الذهنية الموجودة، بحاجة إلى الوصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية، دولة لا مركزية، دولة تجد كل المكونات الموجودة في سوريا حقوقها ووجودها في إدارة هذه الدولة. كان هذا خيارنا منذ بداية الأزمة السورية، والآن يثبت نجاح وصحة هذا الخيار بأن سوريا لا يمكن حل الأزمة السورية إلا بتوجه نحو دولة ديمقراطية لا مركزية. نعم. طب يعني في ظل التحذيرات التركية العديدة حيال أي حملة عسكرية رامية من قبل النظام أو الروس للتوجه نحو إدلب، ما هو الحل الذي يرضي تركيا في إدلب برأيكم؟ أولا تركيا لا تريد أي حل في سوريا سواء كان في إدلب أو في أي منطقة. تركيا لديها أجندات باقتطاع أراضي سوريا واحتلال أجزاء كما حاليا هي محتل، تعتبر دولة احتلال في سوريا. لذلك جميع الحلول التي تخدم الشعب السوري الدولة التركية سترفضها، وستعمل على إطالة الأزمة السورية من خلال الفصائل المرتبطة بها، ولا يمكنها القبول بأي شكل من أشكال بشكل من أشكال متطلبات الحلول للأزمة السورية. والأزمة في إدلب وصلت إلى ذروتها، الأزمة السورية تجمعت ووصلت إلى إدلب، والآن إدلب أصبحت عقدة الأزمة السورية، ووجود الجيش التركي يزيد هذه الأزمة تعقيدا. لذلك بصراحة النظام التركي الدولة التركية تحاول أن تستفيد حتى من منطقة إدلب عبر مقايضات على حساب الشعب السوري، والاستفادة من المناطق الأخرى التي تحتلها، مناطق ما تسمى بدرع الفرات بمقايضتها بإدلب. لذلك الدولة التركية ستعمل لإطالة الأزمة السورية، ستعمل على رفض جميع الحلول
التي بإمكانها أن توقف آلة الحرب والقتل والدمار في سوريا. لذلك الدولة التركية دولة سترفض جميع الحلول ولن تقبل بأي حل. طب هل من الممكن لروسيا أن توافق، روسيا حليفة النظام السوري، على إبقاء الوضع قائم وعلى مدى طويل في إدلب؟ طبعا بعد انهيار داعش وزوال خطر الإرهاب الداعشي على الشعب السوري وعلى العالم بأسره بإمكان نقول، وبالتحديد منطقة الشرق الأوسط، الدول الموجودة والقوات الموجودة في سوريا مجبرة بتحول إلى شكل آخر لتبرير تواجدها على الأراضي السورية، وبالتالي إما دخول بالتالي مساعدة في دخول سوريا إلى مرحلة الحل السياسي، وهذه دول مجبرة بمساعدة الشعب السوري للوصول إلى حل سياسي، كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تخرج من سوريا إلا بعد فرض حل سياسي للأزمة السورية. والنظام الروسي أيضا مجبر بمساعدة الشعب السوري للوصول إلى مرحلة الحل السياسي. لذلك في المرحلة القادمة ستظهر نزاعات قوية وخلافات قوية ما بين روسيا وبالتحديد الدولة التركية التي لعبت على جميع الأوتار وجميع الطرق بأن تشكل جبهة ضد مكونات الشعب السوري بتحالفها مع روسيا وتحالفها مع النظام سرا وتحالفها مع إيران وتحالفها مع جميع الفصائل الموجودة في الأراضي السورية لتشكيل جبهة ضد قوات أو جميع مكونات الشعب السوري وبالتحديد في شمال ولكن في سوريا. ولكن في هذا التوقيت دون المقاطعة دكتور، مصلحة النظام السوري هي بالتفاوض مع الأتراك أم مع القوات السورية الديمقراطية؟ طبعا مصلحة النظام السوري ومصلحة جميع السوريين الحوار السوري السوري، وليس الحوار مع أي طرف آخر. الحوار السوري السوري هو فقط الذي بإمكانه أن يوصل الشعب السوري إلى حريته وإلى مبتغاه التي خرج من أجله، سواء كان النظام وسواء كانت بقية الأطراف. فلذلك وقوات سوريا الديمقراطية التي أثبتت سوريتها بشكل مقطع النظير، النظام السوري ليس له أي مصلحة بمحاربة هذه القوات. هذه القوات التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي وحمت مناطق شمال سوريا وقادرة على حماية هذه المناطق في المستقبل. لذلك النظام السوري من مصلحته التفاوض والحوار مع مكونات الشعب مكونات شمال سوريا، والدولة التركية دولة احتلال يفرض على النظام السوري ويطلب من النظام السوري بمحاربة هذا الاحتلال وإبعاد هذا الاحتلال عن الأراضي السورية. طب ما هي سيناريوهات الحل المتوقعة بإدلب؟ بصراحة الحل في إدلب هناك ليس فقط حلول، ولكن بإمكان نقول الأزمة بإمكانها أن تتعقد في إدلب أكثر وأكثر، ولكن الفصائل الموجودة في تلك المنطقة هي فصائل مرتزقة باعت أهلها ومدنها وقراها لحماية شخصها وحماية نفسها أتت إلى هذه المنطقة. هي موجودة في تلك المنطقة، ليس لديها أي مشروع للشعب السوري، وهذه المناطق هذه الفصائل مجرد استغناء الدولة التركية عن تلك الفصائل، هذه الفصائل ستنهار في لحظات وتترك تلك المنطقة وحتى بدون تسمية مصالحة أو استسلام وتسليم، هي ستترك تلك المنطقة وتنهار بسهولة. لذلك ما يروج حاليا من قبل النظام السوري ومن قبل روسيا بأن عملية عسكرية قريبا في منطقة إدلب، هي بصراحة هي تحضيرات لعملية كبيرة في تلك المنطقة، وهناك بعض الفصائل الإيديولوجية كفصائل القاعدة ما تسمى بجبهة النصر الموجودة، وهي مرتبطة إيديولوجيا مع النظام التركي ودعمها كامل من النظام التركي. هذه الفصائل هناك إمكانية بأن تقاوم لأيام أو حتى لفترة محدودة، ولكن نتيجة ضيق المنطقة ونتيجة فرض خناق كامل على تلك المنطقة، هذه من الصعب أن تقوم بمقاومة كبيرة والفصائل ستنهار في لحظتها. طب في سياق آخر أيضا دكتور، يعني روسيا تروج كثيرا لإعادة اللاجئين السوريين، هل الوقت مناسب؟ بصراحة الوقت غير مناسب حاليا، لأن إذا ما الهدف من ذلك؟ مسألة إعلامية لا أكثر، ولم يحدث أي خطوة عملية لإعادة اللاجئين إلى سوريا. سوريا تحتاج إلى إعادة بناء،
سوريا مدمرة بأكثر من 60-70% من مدن سوريا مدمرة. نعم. وبالتحديد المدن الداخلية ومن ضمنها حلب وبقية المناطق هي مدن مدمرة بالكامل. أكثر من 70% من سكانها خارج سوريا، ما يزيد عن 10 مليون من السكان من الشعب السوري غير موطنه مسكنه، يعتبر نازح أو مهاجر إلى خارج سوريا. لذلك إعادة المهجرين السوريين إلى تلك المناطق في الوقت الحالي نرى هناك صعوبة بإعادتهم، ليس هناك في تلك المناطق أي خدمات، هناك خطر عودة الإرهاب إلى تلك المناطق، هناك خطر محاسبة أولئك العائدين إلى تلك المناطق من قبل النظام السوري ومن قبل فصائل التابعة لها والقوات التابعة لها. لذلك مجملا سوريا غير جاهزة لعودة تلك المهجرين السوريين. نعم، في تابعتم دكتور يعني التصاعد التهديدات والردود بين الأمريكان والإيرانيين حيال الاتفاق النووي وإلى آخره. في نهاية المطاف هناك من يقول بأن عندما تبدأ المفاوضات لربما بين الجانبان ستكون سوريا أحد أوراق المقايضة، كيف تتوقعون أن ينعكس ذلك على سوريا؟ طبعا سوريا، الأزمة في سوريا هي أحد الأزمات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم. هناك ملفات كثيرة ما بين هذه الدولتين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من ضمنها سوريا ومن ضمنها الملف النووي ومسألة معابر النفط في الخليج، الخليج العربي أو ما يسمى الخليج الفارسي. هناك ملفات عديدة ما بين هذه الدول، ولكن بإمكان أن يحدث هناك مقايضات على سوريا أو على الملف النووي. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض ضغط كبير على إيران، والأزمة الحالية التي تعيشها إيران من أزمة اقتصادية كبيرة هي نتيجة ضغوطات اقتصادية والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وبالتالي إيران إما أن تقوم أو تتجه إلى أزمة كبيرة في اقتصادها وفي داخلها، أو أن تقوم بإصلاحات كبيرة لسد الطريق أمام الثورة الشعبية التي تندلع حاليا في إيران والأزمة احتجاجات كبيرة تحدث في إيران. والولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، ستستمر في ضغوطات على إيران وتفرض ضغوطات أكبر، وما يحدث حاليا بأنها الضغوطات والعقوبات التي فرضتها على إيران هي أكبر عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دولة أخرى. فإيران بالتالي أمام مفترق طرق، إما إصلاحات كبيرة أو توجه الشعب في إيران إلى ثورة عارمة وحدوث أزمة خانقة أكثر ما حدثت في سوريا. أيضا فيما يتعلق بتوتر العلاقات الأمريكية التركية دكتور جوان، كيف سينعكس ذلك سوريا؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هما حليفين استراتيجيين في حلف ناتو، ولديهم علاقات قديمة وحلفاء لديهم ملفات متعلقة، ولكن سياسة أردوغان وسياسة فرض الأمر الواقع وسياسة التدخل بدول الجوار والسياسة التي اتبعها النظام التركي في 10 سنوات أو 15 سنة الماضية بعد تولي نظام حزب العدالة والتنمية الحكم، غيرت كامل مسار الدولة التركية وأخرجتها من منظومتها اللي كانت موجودة فيها ومن تحالفاتها التي كانت موجودة، وحتى انحازت لحلف آخر ولطرف آخر، وأصبحت تعادي الحلف التي كانت موجود فيه وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة إعادة تركيا إلى مسارها الأولي، المسار الذي كانت موجودة فيه قبل 15 عاما، وذلك عن طريق فرض بين فينا وأخرى عقوبات عليها، فرض سياسات وأجندات عليها. والنظام التركي نتيجة تعنته واتباعه سياسة القمع وسياسة عدم تقبل وعدم تقبل النظام العالمي الحالي الموجود وسحبها لأجندات إيديولوجية ضيقة إسلاموية قوموية، هذا المسار لا تحبذ الولايات المتحدة الأمريكية ولا المنظومة العالمية،
لذلك تركيا أيضا متجهة في القريب قريب العاجل وليس البعيد إلى مفترق طرق، أما إلى أزمة كبيرة كما يحدث حاليا من أزمة اقتصادية كبيرة في تركيا وهبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، أو تغيير سياستها وهي مجبرة في الأيام القادمة. وأيهما الأرجح؟ الأرجح بأن تعنت النظام التركي، تعنت حزب العدالة والتنمية بهذا الشكل، ستوصل تركيا إلى دولة فاشلة وإلى إلى إلى أزمة كبيرة في الأيام القادمة. نعم، هناك من يقول دكتور جوان بأن الحل السياسي في سوريا سيبدأ مع بداية عام 2019، ونظرا لكون الأعمال العسكرية في سوريا إن صح التعبير في خواتيمها، كيف سيكون شكل الحل السياسي؟ طبعا كما ذكرنا النظام السوري ليس له أي إرادة على جميع المناطق التي قامت باستعادتها من تلك الفصائل. النظام السوري فاقد لإرادته، لا يملك أي إرادة، وبالتالي شكل الحل الذي سيفرض على الشعب السوري ليس حاليا كما يزعم، يعني ليس فقط حل سوري سوري بحت، هناك أجداد دول إقليمية، أجداد دول عالمية، القوى الموجودة في سوريا لها أجداد، سيكون شكل الحل الموجود في سوريا متماشيا مع أجداد هذه الدول. نعم، شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة الدكتور جوان مصطفى الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي. شكرا جزيلا لكم، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.